صلوا على النبي يا جماعه. النهارده ضربتين جزاء في الشوط الاول لبيراميدز، في واحده منهم رجع للفار ما حسبهاش، واحده الفار ما عبرهاش اصلا من الاساس، واحده الفار بنادى على الحكم وراح بص عليها وشافها وما حسبهاش. طب دي لو الاهلي يحصل ايه؟ لو موضوع يا جماعه متابعين ومشتركين فانا ممكن اقول كلام زي العسل للنادي الاهلي، لكن انا عايز اقول كلمه الحق. الاهلي بياخد كل حاجه بلطجه، هاخدها يعني هاخدها بالحق مش غير حق، هاخد كل حاجه. النهارده بنتكلم في دوري لو هتحسبه من اوله لاخره فهو البيراميدز بلا شك. لما تيجي بالورقه والقلم كده تحسبها فريق عمل مجهود وفريق تعب وفريق يستحق، فهتقول ان الدوري بتاع بيراميدز. لكن هيسيبوه يخلص لبيراميدز؟ مش هيخلص لبيراميدز، مفيش حاجه تخلص لبيراميدز. الزمالك مسحوا الزمالك، الزمالك بينافس على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الخامس، لكن خلاص، لكن كل حاجه دلوقتي بقت ايه؟ بقت اهلي، فما ينفعش الكلام ده. احنا محتاجين قليل من العدل، قليل من العدل يا اتحاد الكوره، يا لجنه المسابقات، يا لجنه الحكام، ما تضحكوش علينا وتجيبوا لنا حكام من بره، ويعني هم ايه؟ يعني هم اللي بره دول كانوا انبياء. يعني هو من يتقي الله يجعل له مخرجا. احنا عايزين حكم بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، احنا عايزين اتحاد كوره بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، بيخاف ربنا، ساعتها هنلاقي فيه كوره قدم في مصر حقيقيه. لكن الدوري بالشكل ده وبالنظام ده، يعني لو جبت لي حكام منين؟ برضه نفس الحكايه. يعني هو الحكم الاجنبي افضل من الحكم العربي؟ يعني لا فرق بين اعجمي وعربي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى. فاحنا عايزين حد بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، عايزين اتحاد كوره بيتقي ربنا سبحانه وتعالى. ده ملخص الشوط الاولاني بين الاهلي وبيراميدز. وجمهور الاهلي هتزعل مني؟ ما تزعل، انا هقول كلمه الحق، واللي شايفه واللي هتسيره قدام ربنا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.